يواصل آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية والمعروفين بيهود الفلاشة التظاهرات احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي الأحد الماضي وسط اتهامات للشرطة والسلطات الإسرائيلية بالعنصرية والتحريض ضدهم. تصدرت صور إغلاق الطرق الرئيسية وحرق الإطارات والسيارات المشهد في إسرائيل بعد احتجاجات وفوضى عارمة تطورت إلى اشتباكات بين الشرطة واليهود من ذوي الأصول الإثيوبية. الأزمة اندلعت لدى قيام شرطي إسرائيلي بقتل شاب من أصل إثيوبي بدم بارد في هجوم وصفه المحتجون بالعنصري، وعلى الفور شارك حشد كبير من اليهود الإثيوبيين المعروفين باسم الفلاشة في مظاهرات ضخمة تطالب بمحاكمة الشرطي الذي لم توجه له أي تهمة حتى الآن. وبحسب بيانات للشرطة والصحة في إسرائيل، فإن المواجهات التي اندلعت في مدينة حيفا وامتدت لمدن أخرى أسفرت عن إصابة أكثر من 100 ضابط واعتقال قرابة 100 آخرين من المحتجين الذين ألقوا الحجارة والزجاجات ومقذوفات نارية وهددوا بإغلاق مناطق حيوية. ومن جهته فشل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في احتواء الاحتجاجات وامتصاص الغضب بعد أن طالب بحل الأزمة في إطار القانون والتصرف بمسؤولية واعتدال. وهذه ليست المرة الأولى التي ينظم يهود الفلاشة الذين يقدر عددهم ب 120 ألفا تظاهرات احتجاجية ضد التمييز العنصري الذين يواجهونه في إسرائيل، فقد شهدت تل أبيب عام 2015 اضطرابات مشابهة ضد عنصرية الشرطة الإسرائيلية.